انا ولد كبير ما بده يكبر، انا بعني ولد، عائلتي بعني ولد، كل شيء حبيته بحياتي، كل شيء اثر بحياتي موجود بالمتحف. هوايته وشغفه بتجميع السيارات ادخلته كتاب جينيس للارقام القياسيه 3 مرات على التوالي من دون منافس، بعد ان تخطى عددها 33,000 سياره و550 مجسمه ديوراما، ناهيك عن الطائرات في متحف مساحته 1600 متر ومؤلف من طابقين. جينيس واصلين ب 11 اكتوبر اذا الله راد، جايين يجعوا يحدوا ويجعوا يشوفوا ويحققوا اذا مزبوط في ريكورد. كل سنه بيسمحوا لوحده اما 2 سبيشال اديشن للريكوريت الكبار والفيكس، يعني اي بي دي يشوفون، مش انه واحد فاز وكسر ريكورد عالم هاي ما بيعملوها، بيعملوها على ريكوردات الموجوده بعدها، يعني بيسمحوا لك تعملي، يعني يعطوك نوع من الشرف انه فيك بيعملوا لك سبيشال اديشن اذا بتحبي. في هذه الزاويه من المتحف يسهر ساعات طويله لانجاز مجسماته، عمل فني يسرع دقات قلب بيلي ويرفع في دمه هرمون الأدرينالين، كأنه جالس وراء المقود يسابق لإحراز اللقب. ضيع وقت كتير فيهم وبقعد دقيق بعمل الستيكرز بالخارج، كله بينعمل لإلي خاص بالخارج، بقى ما بقى عندي وحدة حلوة بحبهم مثل الأهل بيحبوا كل الأولاد، أنا كل الماكيتات اللي بعملهم بحبهم كلهم. بدأ مشواره في أوائل الثلاثينيات وبسبب رفض والديه دعمه ماليا عمل حتى تمكن من شراء سيارته الأولى وبدأ بإحراز البطولات. جنونه لم يتوقف، فهو يشارك حتى اليوم في بطولة العالم على الجليد والرالي كروس، كما يعمل على توعية الجيل الجديد إلى مخاطر القيادة عن طريق نادي السيارات والسياحة في لبنان الذي يمثل الاتحاد الدولي للسيارات في العالم. عم نحط اسم لبنان، علم لبنان أي فوق راسنا، عم نحطه بهالكتاب الجينيس عدة مرات، وهذا فخر إلي وأنا مبسوط مثل بلدي يعني. يتحقق فقط بضرب الرقم القياسي في سباقات السيارات، بل أيضا بدخوله كتاب جينيس للمرة الثالثة على التوالي بعد كسره رقما قياسيا جديد بأكبر متحف لمجسمات الديوراما التي تجسد لحظات تاريخية مر بها. نادين سابا، العربية، ضوء مصباح، بيروت.